بس خويا ماشي صاحبي ولاد عمي وكل واحد بسميتو قال لك بالبركه على ولاد عمي ماذا داروا ولادهم وتحيه عرب اصفاره امين يا هنا هم البيري دا يسمع هذه فاطمه مش مشكل صاحبي والله غنجيبها هنا واللي موها وقلبي هنا السكن بعيد يا هي الشاب العجال بالغيبة وعرف الصغالي هكذا يا خالتي فاطمة هنا لا الغيب هفارس قلت لك خايني صوت صغار لا عجبني يا عاشور كريني مني يا خالتي فاطمة وتحيا عرب صغار من العكاز وقال لك دو دائما شانسون كونتيني هكذا هادي من عبد رشيد قال لي غادر عرب صغار كونتر عليك يا الازرق هذا شير سعدة وكونتر على عمي راس هايلا هذه في خاطر البشير اسماعيل اخويا عاشور مليار قال لك كودرا عليني قلت فيك كودرا على ميرات والله يا بشير وانت خالتي مليار يا فامي قروي قول هي 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 هي
بصحتكم في الموضوع يا رب. وشي بشي تاعكم اللي تاعكم